فعلا الخبر البداية كالعادة بيكون من عند أخبار نادي الزمالك، والبداية من عند سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي تقدم بخالص التهاني القلبية لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بعد الإنجاز غير المسبوق والمشرف اللي حققه منتخب المغرب كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، وده بعد طبعا الفوز على منتخب البرتغال في مونديال 2022 عشان يكون الفريق المغربي هو فخر العرب وفخر افريقيا، متمنين كمان ليهم الحصول على كاس العالم. وزي ما احنا عارفين امبارح فاز اسود الاطلس على البرتغال في ربع نهائي كاس العالم بهدف دون رد عشان يواجه فرنسا في نصف نهائي كاس العالم ان شاء الله. طيب نروح لخبر تاني. امبارح زار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الاول لكره القدم نادي الزمالك برفقه كابتن ايمن عبد العزيز مدرب المنتخب وكمان محمد غرابه المدير الاداري، محمد مدني مترجم المدير الفني. كان في استقبال وفد المنتخب الوطني عفوا استاذ امير مرتضى المشرف على الكره بنادي الزمالك، واللي عقد جلسه مع المدير الفني ومرافقيه بمقر القلعه البيضاء. جت الزياره ديت عشان يتابعوا طرق عمل قطاعات الناشئين والاكاديميات في الانديه والوقوف على عمليه تطوير الناشئين في الانديه من البراعم لفريق الشباب ومعرفه السلبيات اللي بتواجههم. امبارح بالليل اعلن الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي فيريرا قائمه فريقنا اللي هتخوض مباراه بيراميدز والمقرر ليها النهارده يوم الاحد في اللقاء المؤجل من الجوله الثالثه لمسابقه الدوري المصري الممتاز. مقرر ليه اقامته في استاد القاهره الدولي النهارده. بتضم القائمه كل من في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، خط الدفاع محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزه المثلوثي، احمد فتوح، وعبد الله جمعه. خط الوسط هيكون فيه عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، امام عاشور، يوسف ابراهيم اوباما، سيف فاروق جعفر، سيد عبد الله نيمار، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو. خط الهجوم هيكون فيه سامسون اكينيولا، يوسف اسامه نبيه، يوسف حسن. كل التوفيق لكل اللعيبه اللي هيشاركوا في المباراه النهارده باذن الله.